وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بهدف وضع آليات للتعاون بينهما في الأنشطة والحملات التوعوية والتي ينفذها المجلس بمختلف المحافظات. يأتي هذا التعاون بالتوازي مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يعمل فيه المجلس القومي للمرأة على محورين أساسيين، وهما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وذلك بقرى حياة كريمة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية. هنشتغل مع المؤسسة في كافة قرى حياة كريمة، وأيضا في مشروع تنمية الأسرة المصرية، المشروعات الرئاسية والمبادرات الرئاسية. هنشتغل في كل القرى اللي بتخدمها المشروع في 20 محافظة في مرحلة أولى 1500 قرية، وبنستمر في القرى المختلفة. هنشتغل على الشمول المالي، هنشتغل على مشروعات متناهية الصغر، على ريادة الأعمال، على الثقافة المالية، على التوعية في قضايا المختلفة للمرأة، من أول عنف المرأة لغاية التنشئة المتوازنة للآباء والأمهات والجيل الجديد في ما قبل الزواج. احنا شغالين من خلال مؤسسة حياة كريمة، من خلال المشروع القومي حياة كريمة، على نطاق 53 مركز حوالين 20 محافظة، باعتبار بنتكلم تقريبا في 58% من الشعب المصري، من شعب مصر، وده طبعا نسبة كبيرة جدا من ناحية. ومن ناحية تانية ان جزء كبير جدا من 58% دول هم اصلا عن المرأة المصرية، والمرأة المصرية هي اساس المجتمع وهي اساس تكوين الأسرة. فاحنا بالتالي لما بننزل نشتغل مع المرأة كأننا اشتغلنا مع الأسرة كلها مرة واحدة.